رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. عملنا السبانخ بالحمص الطبيخ، يا رب تنول اعجابكم. التركة اللي فيها شوفوا لسه داخل ناس في الفاصل عايزين يدوقوا، يعني اللي عنده الكلى بيخاف شوية عليها، الكبد شوية خايف عليه، بس الطريقة اللي عملناها اخفت كتير من نسبة الحديد الموجودة فيها. اتمنى تعجب حضراتكم. الليمون اللي احنا عملناه من كام اسبوع، الليمون جامد. الفراخ اللي احنا حشيناها ودخلنا التانية الفرن، وري حضراتكم برضو شكلها تشوفوه عشان لو لسه حد منضم للحلقه. احنا بنعمل فراخ محشيه بالرز اللي عملناه بالكبد وبالقلوب، واللي عايز يعمله بالكبد والقوانص ماشي، بس هنسوي القوانص وش. انا حطيت ربع كوبايه مرق او ميه في قاع الصينيه، وقفلت على الفرخه جوه كيس الحراري وخرمته 3 اخرام علشان ياخد سوا. هتاخد لها في الفرن وقت شويه، تاخد لها مثلا ساعه لساعه وربع على حسب وزن الفرخه، تطلع جميله. اللون بتاعها ده لون الفرن، مفيش اي حاجه خالص جوه الكيس، يعني هتطلع جميله جدا. النهارده احنا عايزين نعمل اللفت. احنا عملنا الزيتون الاخضر بكل الحاجات الحلوه بتاعته، وعملنا الزيتون الكلماطة الاسود، ويعني طلع زي ما حضراتكم شفتوه يجنن، والناس اللي هنا يعني حتى الان عايزين ان شاء الله لما يخلص اللي عندي او يبدا اعمل المرحله الثانيه فيه، انه بياخد وقت شويه عشان نبقى عاملين كميه، نقدر نديهم بقى ويدوقوا منه. عملنا كذا نوع من المخللات، وعملنا الليمون السريع اللي وريته لحضراتكم دلوقتي، اللي هو اخد حوالي اسبوع وبعدين بداوا ياكلوا منه خلاص تمام. هنبدا نعمل اللفت بما انه موسم اللفت، الناس دلوقتي بقت سايبه الزيتون وبتاكل لفت. خلينا نعمله عشان هو برضو ايه، انت تلحقوه في اوله، اما بيجي في الاخر بيبقى شويه هش كده ومفوش من جوه وتحسوه زي السفنج كده. فافضل حاجه اللفت الصغيره. طبعا اللي نقى لفت بس كان كبير شويه، بس احنا ايه بنقول لحضراتكم الصح، نقوا اللفت يكون صغير عشان يبقى جميل كده وناشفه وحلوه. وبناخده نغسله كويس بفرشه الخضار، وبعدين بنبدا نشيل منه الحاجات اللي هي ممكن تبقى طالعه منه كده، شويه حاجات من الجذور بتاعته كده، ونقطعه. انا الحقيقه قطعته القطعه اللي بالمشرشره دي، هي قطعه بتتباع كده. شوف دلوقتي لو محمد حاططها لي او هيجيبها لي اوريها لحضراتكم، بتتباع هي اللي بتشرشر، تدي الشكل الحلو ده لللفت او لاي جزر البطاطس لاي حاجه، تطلعها مشرشره كده. هخليه يجيبها لنا والنبي يا عاصم. بصوا بتبقى جميله كده، تدي شكل يعني لللفته كده بشكل جميل. ده اقتراح. فانا قطعت كمان البنجر زيه. احنا طبعا عندنا لللفت لو هنعمل 5 كيلو لفت، عندي معلقتين كبار ملح خشن، دول للرش على اللفت نفسه. اللفت نفسه بعد ما بغسله وبقطعه برش عليه معلقتين ملح كبار، واسيبه ساعتين لثلاث ساعات علشان ملح خشن عشان يسرد الميه وينزل الميه الوحشه اللي في الاول اللي فيها مرار دي. هتلاقوا كده شويه ميه هنا، شايفين شويه الميه دول؟ عايزين نخلص منهم، مش عاوزينهم، لان بعدها نشطفه ونحطه في ايه، في مصفه كده جميله اهي، ونشتغل بيه. خلاص بسم الله كده اخده هصفيه بقى هناك تحت الميه النظيفه عشان ناخد الايه، اللفت النظيف. ماشي الكلام كده، ولازم نصفيه. هو طبعا احنا شطفناه، دي كانت تاني مره، بس برضو ايه نعمله قدام حضراتكم عشان تشوفوه وتبقوا عارفين ان الميه الاولى هتلاقوا اللفت كده جمد. بعد المرحله بتاعه الملح دي هتلاحظوا حاجه في المخلل او في اللفته نفسها. اللفت هتلاقوه نشفت جمدت. دي ان شاء الله مش دي تعيش مع حضراتكم وما تبص وتعيش معاكم وقت طويل. خلوا بالكم في لفت بلدي وفي لفت فرنجي. البلدي ده بيتزرع في سبتمبر واكتوبر ويفضل الزراعه بتاعته لحد شهر نوفمبر. الاجنبي ده بيفضل لحد ابريل، مفيش مشكله، احنا بقى عايزين البلدي بتاعنا. الاثنين بيتزرعوا في كل انواع الاراضي عادي، الارض الصفراء الثقيله والطينه والخفيفه والحاجات دي كلها حضراتكم اكيد هتبقوا عارفين. البنجر انا خدته غسلته برضو وقشرته وقطعته بنفس الطريقه. لو انا كنت مقطعه ده دواير كنت هعمله بنفس الدواير. عايز اعرف، هموت واعرف سبايدر بيضحك على ايه. ها قولي. طيب ماشي ماشي يا مونتي، اوكي خلاص، تواصل يعني عبر الانترنت. طيب ماشي، بصوا بقى بسم الله. طبعا البرطمان معقم زي ما اتفقنا، عندنا غساله اطباق هنحطه فيه وهنسيبه يطلع مفتوح كده، ما فيهوش نقطه ميه وما فيهوش يعني ايه، ما فيهوش مش كارف من حاجه. والبرطمانات اللي هنخليها للمخلل هنخليها للمخلل، من المربى للمربى وهكذا.
طيب لو انا هفترض ان انا خايفه هاخد شويه خل احطهم جوه وهقفل كده الغطا وهرجه جامد جامد وحتى الغطا كمان يتعقم بالخل ومفيش مانع ابدا ان انا اعمله واحط فيه بعد حتى ما انا شطفته بالخل من غير ما انشفه ولا حاجه خلاص. هبدا بقى اخد اللفت ده بسم الله هننزل كده منه شويه بالتبادل مع البنجر. انا بحب الحقيقه البنجر يبقى كتير شويه، بحب الميه بتاعته تبقى حمراء وجميله كده حلو بيدي كده ايه شكل جميل. هنتكلم بقى عن الملح دلوقتي وعن الميه. اتفقنا ان اول خطوه مهمه في اللفت عشان تحصلوا على لفت جميل يعيش مع حضراتكم ان احنا هنرش معلقتين من الملح على اللفت كبار علشان نبدا نخليه ينزل الميه اللي فيه اللي هي الوحشه دي لمده مثلا ساعتين لاربع ساعات، وبعدين نبدا نحط نشطفه تاني ونصفيه في مصفه. لا 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 ما بنحطلوش زيت، ده خل بس شويه خل بس، هنحط له سكر هنحط له ملح وميه وخل فقط لا غير. خلاص كده هناخد بقى شويه الحلوين دول كده. البنجر ده روعه ويعني من الحاجات الرائعه. عايزين نعمل مخلل للبنجر بقى. البنجر انا عملته قبل كده بس ممكن نعمله مع حضراتكم بطريقه تانية. يا سلام عليه بقى وعلى جماله المخلل البنجر. الميه بقى نتكلم عن الميه اللي هنسقي بيها. طبعا كل كوبايه ميه عليها معلقه كبيره مليانه من معلقه الاكل دي ملح. اللي ممكن يزود ملح ويحبه مالح شويه ممكن يزود من معلقه ونص لمعلقتين بس هيبقى مالح قوي. المعلقه دي الريزنبل يعني حاجه كده كويسه ومعتدله. هندوب هنقيس بقى. هما بيعملوا ايه بقى؟ اقول لكم طريقه عجبتني قوي عجبتني جدا فيها ذكاء شويه. هي ايه؟ هي انه مسكوا كده الميه وراحوا حاطين كده المية دي، خلوا بالكم معقمة. استنى عايزة اقول لكم اللفت ده كمان مليان مضادات اكسدة، مليان كالسيوم ومغنيسيوم. وبعدين خدنا المية دي ورجعنا هنا عند البولة. هلبس بس الجلافز، مهم كمان ايدينا تبقى كمان نظيفة ومعقمة وما فيهاش يعني. الافضل نبقى واخدين بالنا من القصة دي. وهعمل كده بسم الله عشان ما احطش ميه زياده عن الملح. خدتوا بالكم من الحركه دي؟ بص بص الحركه دي عشان لما احط الملح بقى ما يزيدش فوقه ولا يقل عنه. طيب يلا بينا حبايب قلبي. هناخد بقى الملح. خلاص؟ هما دول يعملوا لتر، يعني اربع معالق كبار ملح، وانا هدوق، لازم تدوقوا، ما ينفعش ما تدوقوش. اولا هاخد معلقه سكر. اهي. معلقه سكر. وهاخد الملح. معانا مين؟ هبه. اهلا يا هبه. صباح الفل. صباح الفل يا بابوس، عامله ايه؟ الحمد لله. انا لازم ادوق بقى. يا نور عينينا، ده احنا نبعت لك مخصوص يا بابوس. ربنا يبارك لك يا روح قلبي. جميله السبانخ ما شاء الله، تسلم ايديك. تسلمي يا نور عينيا، تسلمي يا حبيبتي. حلوه والفراخ كمان بطريقه جميله جدا والله. تغيير تغيير ومغذيه برضو. تغيير انا بعملها بقى برضو بالرز بتطلع حلوه ما شاء الله ما شاء الله. الكبد والقوانص والحاجات دي برضو بتخليها طعمها حلو، بتديها طعم احلى. حبيبتي والله هي من ايدك كل حاجه حلوه يا حبيبه قلبي. انا عايزه اقول لك بقى على حاجه عملتها امبارح، بس يا رب تطلع حلوه. يا رب هتطلع ان شاء الله. جربت بقى الجبنه القريش. يا نور عيني جدع. ايه قولي لي. يعني فتحت بقى على اليوتيوب ومشيت على طريقه كده، وربنا يسهل يا رب وتطلع حلوه. هتطلع حلوه زي القمر. اوعي تنسي تشيلي من الوش اللبن القشطه الاول. في رق كده رفيع شيليه بايديكي، ده تعملي منه زبده. جمعيه جمعيه في الفريزر، دي تتسيح على النار وتطلع زبده روعه حتى لو انت ما فصلتيهاش. تمام. ما خضتيهاش يعني. لا ما خضتهاش بس جمعيها. وش اللبن اوعي ترميه، لو بتستخدمي لبن حليب جمعيه ونعمل منه زبده وان شاء الله اعمله لكم في مره. طب حلو حلو. اوعي عندي كمان ولادي بيحبوا المرت قوي ما شاء الله. ولازم رشه يعني الملح مع وانت بتسيحيه عشان وتقلبي عشان تديكي مرت حلوه. تمام. بس ان شاء الله تتلسع مني. لا لازم نار هاديه. انت اول ما تبداي تحطي الزبده هدي النار كانك تعمليها رز شمعه عشان من الاول للاخر تاخد وقتها في السوا ما تتحرقش منك.
وخلي بالك ما ببقى عايزه اخلص بقى. لا يا روح قلبي، ما عشان تاخديها صح، عشان تاخديها صح يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا حبيبتي، الله يسلم عمرك يا روحي، دايما عامر يا حبايبي والله. بصوا انا دوبت الملح الخشن بقى خالص، وهبدا بقى ايه اخد ايه اصب بقى. نرجع بقى للايه للموضوع ده تاني، ناخد بقى الايه البوله القمر دي الصغنوسه، هي دي كبيره شويه، ناخدهم هنا معلش، هرجعهم تاني هنا. ايوه بسم الله، يا سلام، ايوه كده بسم الله. نصب بقى ايه ده، يلا هنزل بقى دول كده خلاص. انا حطيت السكر، حطيت نسبه الملح زي ما قلت لحضراتكم، معلقه ملح مليانه، ممكن قوي قرن الفلفل ده، بس انا هفتحه نصين يطلع بس عارفين ايه طعم، بس يعني حاجه خفيفه خلاص. والخل اهم حاجه فيه، شويه الخل انا عايزه احط ليه شويه خل، هو احنا في الاغلب ما بنعملوش في الاول الا لما بيبدا يدخل في التسويه، ممكن الناس تضيف يعني ده ياخد ربع كوبايه خل كده او ثلاث معالق خل على البرطمان ده خلاص، بس انا بحب احطه في الاول بس علشان الخل بيظبط الدنيا خالص. وبعدين هناخد بقى، انا طبعا ايه لو ما عنديش مثلا كيس ثلاجه، لكن انا عندي يعني لو ما عندكوش حطوا بلاستيك او حاجه من على الوش، يعني اهو يعني نقسمه اتنين، يا اما هنخليه كده عشان نطمن، الميه لازم تكون غمراء ما فيش حاجه ظاهره، اهو مغمور خالص فوقه، وهنبدا نحط كده كده ونقي بسم الله الرحمن الرحيم، ونقفل كده بسم الله كده شويه بقى حلوين كده كده، وسيبوه بقى هو هياخد له لحد اسبوع مثلا، ممكن اقص الزياده دي عشان تبقوا شايفينه كويس، نايم على وشه، ممكن على اول يومين نحطه مايل على وشه ما يجراش حاجه، بس احنا دوبنا الملح خلوا بالكم، فالدنيا جميله ماشي اهو. خلاص ناخد بقى البرطمان القمر ده كده هنحطه هنا كده مع الليمون القمور ده والفراخ والسبانخ، وطبعا اللفت برضو من الحاجات الرائعه. عايزين بقى نعمل مع بعض حلقه كده يكون فيها مخللات المشكله اللي بنحبها. تسلم ايديكو. ليه بقى؟ لان هي بصراحه من الحاجات الرائعه. ممكن بقى شويه الرز دول نقلبهم كده تقليبه سريعه، بصوا كده ريحه روعه اهو، بصوا الرز خرابي شايفين، ادي الرز بصوا يتاكل لوحده والله. انت فين يا استاذ شاورما؟ تعال ايوه ياكلوه لوحده، كلوه لوحده حبايبي. يا نهار ابيض شويه عيش، ايه يا مونتي هتاكل بيهم الرز يا مونتي؟ انا قربت انهار. طيب ماشي ماشي شكله جميل، ماشي بفكر اغلفه لكم والله، استنى احطه لكم في بوله واقلبه لكم في طبق بما انكم نفسكم فيه، اهو الطبق اهو يلا عشان تاكلوا. طماطم مخلله تاني في نفس الحلقه؟ طب ممكن نغير. حبايبي بيقولي لو بقى جنبه شويه طماطم مخلله. ماشي حاضر حاضر يا حبايبي، نعمل لكم اللي انتوا عايزينه. انتوا عارفين ايه نفضل واقفين نعمل يعني مثلا كام حاجه لما الواحد ربنا بيقدره يقف يعملهم في البيت في الوقت اللي فيه اجازه ده، فنقتنص الفرصه بقى نيجي يقول لك الاقي بقى ابني واقف بعد ما عملت الحاجات اللي هو طلبها برضو، مامي هو انت ما عملتيش مش عارفه ايه، فسفوسه صغيره كده، ابص له كده عينيا بقى ايه تبدا تتكسر كده، ما ببقاش شايفاه كويس، تزغلل عينيا تزغلل وما بشوفوش كويس، بقول له حبيبي اطلع بره اطلع بره يروح قلبي، عشان هنا يعني المطبخ حر عليك شويه عشان ما تدورش. اطلع بره حبيبي عشان الجيران، انا حاسه ان الجيران بيشوفوني لازم لو طالعه في صمت ما منطقش في حالي، وبعدين يسمع صوت اكيد بيسمع صوت اكيد يقول لك الست دي اكيد عندها شيزوفرينيا، عندها انفصام في الشخصيه. الصوت ده طالع من الست اللي لازم قدامنا الكمل دي. الست العقله دي. انت عارف ايه واحنا بنذاكر ايه يا حبيبي؟ يعني عارف حاجات بتطير بقى، انت فاهمني؟ كل شويه اقول له ايه؟
كل شويه اقول له نواني السليبر بتاعي، كل دقيقه نواني السليبر. هو عارف اول ما اعمل كده، اول ما اروح راجع من الكرسي لورا بس يطلع يجري. بنشن جامد. اه والله لا بيجري مني، بس ايه على مين؟ زمان كنت بهرب من بابا كده، كان برضو نهزر معاه كده وبعدين يفضل، فافضل اجري بقى حوالين السفره وهو واقف لي يعمل لي كده، يقول لي اما انا مش هسيبك برضو، اقول له طب وريني هتعدي ازاي. بنشوفه بيطلع على عينينا يا مونتي دلوقتي. يا نهار ابيض. ماشي يا حبايبي، حاضر. يا نهار ابيض، بصوا بقى اصل دي القرفه، فانا عايزه اشيلها عشان ما حدش تيجي تحت سنينه. عايزاكم تدعوا لي، مش عايزاكم تزعلوا مني. بصوا يا نهار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. كده. يا خبر. اه حلو ده. حاجة خضراء. حطيت لكم اهي ورقتين لورا. يلا حلوين، رضا من عند ربنا. نعمة وفضل. بسم الله. يلا بينا. اهو. صحة وهنا يا حبايب قلبي. وأتمنى يا رب الوصفات النهاردة يعني تكون نالت إعجاب حضراتكم، جربوها وبالهنا والشفاء. واسمحوا لنا بقى نستسمح حضراتكم في استراحة علشان نستعد نستقبل الفقرة الطبية بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.